السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم حلقة تعتني بشريحة كبيرة جدا من المضحين، من الذين قدموا أغلى ما يملكونه هو النفس، هم الشهداء، وكذلك المضحين من أبناء هذا الوطن، الجرحى، المصابين من خلال معارك داعش وهذه الحقبة الظلامية والتي انتصر بها العراقيون جميعا على هذه الظاهرة. مشاهدين الكرام، حلقتنا اليوم بمؤسسة الشهداء وخاصة في دائرة ضحايا الإرهاب. نستضيف في الاستوديو الأستاذ أيوب قاسم، مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء. نرحب بك أجمل ترحيب أستاذ أيوب. أهلا ومرحبا بكم. شكرا لقبول الدعوة أولا. أهلا ومرحبا. شكرا لجهودكم، شكرا لهذه الدائرة بصراحة اللي تأخذ عدد أعداد بالآلاف، ورغم كل هذا تؤدي عملها بشكل جيد حسب ما توصلنا المعلومات إحنا كجهة إعلامية. لكن اليوم أريد نتعرف بعد أكثر على هذه الدائرة. شنو عملكم؟ وين؟ بأي أماكن؟ كل العراق لو فقط في بغداد؟ شلون تتواصلون المواطنين المستفيدين من هذه الدائرة ومجموعة كبيرة من الأسئلة؟ خلنا نتعرف بالبداية على دائركم أستاذ أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لجنابكم وشكرا للفضائية الأيام. أساسا مؤسسة الشهداء تأسست بعد سقوط النظام البعثي البائد، ولأول مرة في تاريخ العراق لم تؤسس دائرة حكومية طرح شريعة الشهداء في كل تاريخ العراق إلا بعد 2003. القانون صدر في حكومة أيام الدكتور الجعفري، ونفذ العمل في حكومة السيد المالكي الأولى بقرار من الجمعية الوطنية لوجود شريحة كبيرة من ضحايا البعث. لم يكن يعرفوا أن هناك بعد 2003 موجة كبيرة من الإرهاب والشهداء. فتأسست القانون في البداية، تأسس قانون مؤسسة الشهداء في بداية 2006، وكان القانون يشمل فقط ضحايا جرائم حزب البعث البائد من الذين أعدموا واستشهدوا في مواجهة حزب البعث البائد. لكن جراء نتيجة الموجة الإرهابية التي ضربت العراق بعد 2003، اضطر البرلمان العراقي في 2009 سن قانون اسمه قانون ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية. هذا الملف بالكامل من مهمة المحافظين في كل المحافظات، لكن لوجود مؤسسة الشهداء ووجود هذا العمل بيد المحافظين نوع من المشاكل، فاضطر مجلس النواب تعديل القانون في سنة 2016، وتحول ملف الإرهاب بالكامل بشهدائهم وجرحاهم ومصابيهم إلى مؤسسة الشهداء. فتحملت المؤسسة الكثير من العبء، وهو عبء ثقيل جدا. شهداء العمليات الإرهابية مع المصابين أكثر من 300,000 بين شهيد ومصاب، طبعا يتحمل جزء كبير من ضحايا هؤلاء الضحايا هم من نفس البعث. البعث قتل العراقيين وهو في السلطة من 86 إلى 2003، وشارك في قتل العراقيين بعد 2003 ولا اليوم بلباس داعش، بلباس داعش وبلباس طائفي، بلباس إسلامي. كل الأحوال هذه الجرائم التي ارتكبها داعش والإرهابيين هذه لم تأتي من الصدفة، هذه من خريجين أجهزة الأمن القمعية والمخابرات البعثية، أسلوب بعثي في قتل العراقيين بدم بارد. وهذه المجازر كانت بالقبل خارج تغطية الإعلام قبل السقوط، لكن الإعلام العالمي والغربي ركز بعد 2003 على جرائم البعث، وإلا هو البعث من 68 إلى اليوم، هو نفس البعث، مستمر في جرائمه، مستمر في قتل العراقيين، مستمر في التآمر على العراقيين. مع الأسف الكثير من الغافلين يتحدثون عن زمن الجميل. أي زمن جميل؟ أكثر من 300 مقبرة جماعية اكتشفت إلى اليوم من خلال دائرة مقابر الجماعية، دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء. والغريب الصور موجودة موثقة، لا نتحدث عن دعاية إعلامية، لا نتحدث عنها في شيء فراغ. الصور الموجودة التي تصور في كل مقبرة جماعية تجد
الحليب، علبة حليب للأطفال، الشعر والملابس والزي، تكرم نعال، مبين الحجم والكذا. تعرف بأن في هذه المقابر الجماعية وجود عوائل وأطفال ونساء، وأكبر جريمة مو إخفاء الجريمة، بل كل عوائل الشهداء لم يستلموا جثثهم. وأكثر من ذلك، حتى القانون الدولي والشرع الإسلامي يمنع أن تدفن مجموعة كبيرة 100 200 250 300 إنسان فوق بعضهم في حفرة. الجرائم التي ارتكبها البعث قبل 2003 هي نفسها استمرت، لكن الشيء الجميل بعد 2003 هناك تغطية إعلامية. نعم، هناك حقوق الإنسان، هذه المنظمات التي كانت تدعي بحقوق الإنسان لم تكن أو نائمة غافية غير متفذة قبل 2003، وإلا هو نفس الجرائم. أكبر مقبرة جماعية، أكبر مقبرة وأول مقبرة جماعية في محافظة بابل. بابل، ولذلك اكتشافه في الشهر الخامس 16/5/2003، يعني بعد شهرين من السقوط اكتشفت مقبرة جماعية. طبعا هذه مقابر مدفونة لا تقل عن 200-300 إنسان، أطفال وشيوخ وكبار بالسن ونساء، وتقريبا في أغلب المحافظات، لكن الثقل الكبير والعدد الأكبر في محافظة بابل، لعله لهدف لا أدري شو النظام، لكن في بعض أطراف الأنبار، في كركوك، طبعا في كردستان نسبة قليلة باعتبار هذا الأقليم خرج عن سلطة البعث بعد 91، لكن الكم الكبير من بغداد نزولا إلى البصرة في كل المحافظات. فقط حلبجة هناك هذا موضوع. نعم 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 موضوع نعم، هذا لأنه قبل 90. صحيح، مرمى حلبجة قبل 90. فهذا الموج، هذه الموجة الكبيرة من الإرهاب بعد 2003 دفعت مجلس النواب لسن قانون العمليات الإرهابية، وتحمل المؤسسة، تحملت مؤسسة الشهداء بعد 2016 حين تحول هذا الملف إلى مؤسسة. اليوم مؤسسة الشهداء ترعى ما يقرب من 5 ملايين إنسان عراقي. هذا الكم الكبير من الجرائم سواء فعله البعث أو أيتام البعث أو الإرهاب بالداخل والخارج، لا توجد دولة في هذه المنطقة ولا في المنطقة الإسلامية والعربية لديهم هذا الكم من الشهداء والجرحى لأسباب سياسية ولأسباب طائفية. هؤلاء هم ضحايا لعمليات إرهابية، لم يكونوا أجرموا بحق الدولة، لم يرفعوا السلاح بوجه الدولة، أغلبهم أبرياء، بنات، نساء، كبار بالسن، العامل يروح إلى عمله، موظف يروح إلى عمله. هذه الموجة مع الأسف ولله الحمد بجهود القوات الأمنية جميعها وبجهود القوات الحش الشعبي وفتوى المرجعية، الحمد لله نشهد اليوم استقرارا أمنيا رائعا جدا ولله الحمد. لكن الثقل كبير، لا تستطيع مؤسسة شهداء بهذا العدد البسيط من موظفي في كل المحافظات أن تستطيع لوحدها أن ترعى هذا الكم الكبير الذي يقدر بخمسة ملايين من ذوي الشهداء. المؤسسة الشهداء لا تتعامل مع الشهيد. صح. الشهيد في عدة ملك مقتدر في دار الخلود، كل عائلة الشهيد لا تقل عن 7-8-10. إذا أستاذ أيوب قاطعك، يعني أنت قصدت 300,000 شخص هذا شهداء بدون عوائل إرهاب الكل خمسة. نعم نعم، أنا تحدثت أكثر من 300,000 من ضحايا العمليات الإرهابية، لكن انظر إلى ضحايا حزب البعث البائد، انظر إلى ضحايا الحشد، انظر إلى ضحايا الأجهزة الأمنية اللي هو بمئات الآلاف. ولذلك ما يقرب من 250,000 بين شهيد ومصاب، كل عائلة لا تقل عن 7-8، ما يقرب من 5 ملايين مؤسسة الشرعاء ترعاهم. طبعا لولا جهود الحكومة المشهورة، واليوم فخر لعوائل الشهداء أن الذي يمثل الرأس التنفيذي الأعلى هو ابن شهيد من شهداء ضحايا حزب البعث البائد، وهو يعرف معاناة عوائل الشهداء ويقدم كل الدعم والإسناد لمؤسسة الشهداء. اليوم موازنة المؤسسة ولله الحمد قياسا للسنوات الأربع الماضية موازنة بسيطة كان، اليوم موازنة المؤسسة الشهداء 500 مليار. صح، وعدد غير
كافي لعوائل الشهداء، لكن قياسا للسنوات لكم مستحقات. نعم، للسنوات الأربع الخمسة الماضية طبعا. كانت موازنة بسيطة جدا. أحسنت. اليوم موازنة جيدة، لا نقول ممتازة، موازنة جيدة إن شاء الله ستقدم المؤسسة خدمات جيدة لعوائل الشهداء. إذن ما دام نحن في هذا الطور يعني الأسئلة وتحدثت عن الموازنة، متى تطلق الأموال المستحقة لضحايا الإرهاب والشهداء؟ أكو هناك مستحقات كانت مبالغ يمكن 300 مليار أعتقد، قسمت إلى 10 مليون دفعات، متى تستكمل المبالغ يعني؟ إحنا لحد قبل السنة كنا نصرف بدل النقدي لشهداء في محافظة بغداد، لكون شهداء محافظة بغداد لم يستلموا أي قطعة أرض لوجود مشاكل في الأمانة، في عدم وجود أراضي، زخم كبير وتجمعات كبيرة في بغداد. فوجه معالي رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الله النائلي بأن نبدأ بتوزيع البدل. هو مفروض قانونا كل عائلة الشهيد من ضحايا الإرهاب أن يستلموا 50 مليون، لكن كما تعلمون جنابكم هذا مبلغ كبير وضخم يحتاج عدة تريليونات. فبدأنا للتخفيف من عوائل الشهداء، فكان توجيه معالي رئيس المؤسسة بالبدء بتوزيع بدلات النقل من 10، وقسم من العوائل استلموا القسط الثاني 10 الثانية حسب موازنة، لأنه خصصونا في الدورة السابقة 100 مليار، أكثر من 10 آلاف عائلة الشهيد استلموا 10 ملايين، وقسم من عندهم من ضحايا الإرهاب، وقسم من عندهم استلم حتى القسط الثاني، وضحايا الحزب البعث وشهداء الحشد كذلك استلموا القسط الأول والقسط الثاني. وننتظر موازنة جديدة، ننتظر موازنة جديدة أطلقت كما تعلمون يعني قبل أيام أطلقت الموازنة، وهناك وزارات ضخمة ومؤسسات، وإن شاء الله في الأيام القريبة القادمة ستستلم مؤسسة شهداء موازنة وتبدأ. والمؤسسة وجه معالي رئيس المؤسسة قبل أيام فتحنا منصة إلكترونية حتى لا تأتي العوائل وعوائل الشهداء من المحافظات زخم إلى المديريات، فوجهناهم هم في بيوتهم عن طريق الموبايل انترنت، يدخلون بالمنصة الإلكترونية اللي كان بدعم من دولة رئيس الوزراء ومن مكتب رئيس الوزراء اللي هو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المنصة الإلكترونية أور، ويدخلون بي ويكتبون معلوماتهم. ننتظر قريبا إن شاء الله نبدأ. المنصة اسمها أور؟ إيه، المنصة الإلكترونية أور بإشراف الأمانة العامة ومكتب رئيس الوزراء. إذن هي دعوة لكل العوائل. نعم، نزلنا الكذا، واليوم صار أكثر من أسبوعين عوائل الشهداء يملون هذه الاستمارة كذلك. ولذلك دائما توجيه معالي رئيس المؤسسة، ونقول من هذا المنبر الكريم بأنه يا عوائل الشهداء حاولوا قدر الإمكان أن يكون تواصلكم تلفونيا مع مؤسسة الشهداء. أرقامنا مفتوحة، كل الدوائر وكل المديريات موجودة في مواقع المؤسسة، على الصفحة في المؤسسة. نعم نعم نعم، بس يكتبون موقع مؤسسة الشهداء وهناك أرقام تليفونات، هناك أرقام تليفونات مكتب رئيس المؤسسة. عندنا تليفون. نعم عندنا تليفون أرقام حتى مكاتب المدراء العامين والأقسام. نتمنى من عوائل الشهداء أن لا يخرجوا إلى البيت أساسا، لا يتزاحموا، خلي يخاطبوننا عن طريق التليفون وعن طريق الانترنت. اذا ماكو جواب اليوم حتما بعد باكر، بعد يومين راح يصير، لانه الزخم بالموقع الالكتروني راح يتحدث لي بالتفصيل. ان شاء الله. ان شاء الله استاذ ايوب. ابو حسين من الديوانيه، السلام عليكم. وعليكم دكتورنا الغالي. نعتذر حبيبي ابو حسين شوي اخرناك. الله يحفظك. السلام عليكم. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو حسين. فدوى العين. بس علونا صوت التليفون اخواني. بلي تفضل ابو حسين. استفسار من استاذ ايوب بدون زحمه عليك دكتورنا الغالي. بلي استاذ ايوب وياك تفضل. نعم نعم. والله احنا عندنا كتاب يم استاذ ايوب راح للقانونيه مال مجلس الوزراء بشهر السابع، مدى شمول احنا جرح المظاهرات من القوات الامنيه، رقم الكتاب اللي جاء من وزاره الداخليه 11036. اي وياي دكتور؟ بلي 11036. اي فاستاذ ايوب سوى كتاب توقيع الحاج عبد الله النائلي، مدى شمول يعني ياخذ راي القانونيه بمجلس الوزراء. بلي كمل. فلحد الان ما اعرف النتيجه، عشان يعني استاذ ايوب جزاه الله الخير يجاوبنا على الواتساب، هسه لحد الان ما يجاوب، صار اكثر من اسبوع اراسل عليه هو ست هبه مديره المكتب ما تجاوب.
زين احنا محافظات ما اقدر اجاني هسه جريح وما اشوف والجو حار ما اقدر اجي لبغداد. فهم قالوا لي فتره ويجي الكتاب مالتكم الجواب مالكم من مجلس الوزراء للقسم القانوني. انا ما اعرف اجى ما اجى شنو صار عليه. ابو حسين حبيبي استاذ ايوب وياك. استاذ ايوب تفضل. استاذ ايوب ابو حسين السلام عليكم. وعليكم السلام حجينا، شلون صحتك استاذ ايوب؟ الله يحفظكم الله يعزكم. موضوع مصادقة على قرارات الشهيد أو المصاب مو من صلاحية المؤسسة. أتمنى يصير وضوح في كل عوائل الشهداء. أكو لجان فرعية لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأقطاع العسكرية في كل محافظة. في بغداد 3 لجان احنا مسوين، في الأنبار 3 لجان، في الموصل لجنتين، في ديالة 3 لجان. هذه اللجان التي يرأسها قاضي وممثل من الدفاع برتبة عميد أو عقيد وداخلية والصحة وتسجيل عقاري وما إلى ذلك، وعندنا موظف ممثل. هذه اللجنة هي المسؤولة عن مصادقة ملف الشهيد أو الجرحى. إحنا كمؤسسة الشهداء نستلم القرار من هذه اللجنة التي يرأسها قاضي من مجلس القضاء الأعلى. القرار النهائي والحتمي بيد هذه اللجان اللي اسمها حسب القانون اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين. أي شيء تقرر هذه اللجنة سواء رفض المعاملة أو قبول المعاملة، سواء تحديد نسبة العجز 50%, 40%, 100%، إحنا مؤسسة الشهداء جهة تنفيذية وننفذ ما تصدره هذه اللجان من قرارات. رغم ذلك إحنا تابعنا موضوع مال متظاهري تشرين، أكثر من 1000 من شهداء والجرحى تشرين مسجلين في مؤسسة الشهداء ويأخذون حقوقهم بالكامل. نعم هناك عدد قليل، وهناك بعض اللجان الفرعية رفضت بعض المعاملات لأنهم ما عندهم إثباتات قوية، ما عندهم سند قانوني، ما عندهم تقرير من أجهزة الأمنية، ما عندهم تقرير طبي مثلاً. أكو خلل بسيط، لكن لا مو يم المؤسسة حتما، يم اللجان الفرعية. أتمنى تواصلوا ويا اللجان الفرعية، وأنا بدوري إن شاء الله راح أتابع الموضوع وقريبا إن شاء الله نحسم الموضوع. لكن العدد كبير، هناك عدد كبير من مصابين تشرين مقدمين، وقسم من هؤلاء مع الأسف هم لا علاقة لهم بالتظاهرات ولا هم مصابين بالتظاهرات، يريدون مزاحمة المصابين الحقيقيين. مع الأسف هناك عديد من ضعاف النفوس يجون يسجلون فلان مصاب وهو غير مصاب. هذا العمل يؤخر عمل بقية الإخوان المصابين الحقيقيين ويعرقل عملنا، ونبذل جهد كبير لتمييز المصاب الحقيقي عن المصاب المزور. إن شاء الله قريبا نحسم الموضوع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. واضح أبو حسين؟ بس المداخل استاذ ايوب، اني شغلتنا احنا مصادق على اليمين. مصادق على اليمين يعني استاذ ايوب؟ نعم نعم. اي قرار مصادق اللجنه تحولها الى مؤسسه الشهداء، احنا دورنا نحول القرار الى هيئه التقاعد، تروح تاخذ هويه التقاعد من هيئه التقاعد اذا كان نسبه العجز من 30% فما فوق، واقل من 30% تاخذ مكافاه. مره خفتك استاذ ايوب. احنا مصادق علينا وناخذ جاي ناخذ راتب جرحى ارهاب مستمرين بالخدمه، عندنا نسبه 50%، بس فقط نريد تأييد من مؤسسه الشهداء، فقط التأييد للبلد على مود البلديه على مود القطع مال الجرحى. يقول الا تحطون خلي يدز القرار الى هذا جناحكم. القرار اخذ تليفونه. اي نعم نعم جيد. دزلنا القرار، قراركم مال مصاب بتوقيع اللجنه الفرعيه، حتما احنا نقوم بالواجب اكيدا. ابو حسين معلوماتي كلها عندك بالواتساب استاذ ايوب. دازم بالواتساب لك. والله انا يوميا 1000 رساله بالواتساب. جيد. يعني اذا اتفرغ بس للواتساب يعني ما يكون ما داوم بالدوام، صعب بالنسبه لي اتابع كل الواتساب. ابو حسين انا اتمنى دزل قرار، ها قرار صادر بتوقيع الرئيس اللجنه القاضي والأعضاء ممثلي الوزارات بأن حضرتك مصاب في حوادث تشرين، ودزنا على رقم القناة. عندي برقية. جيد أبو حسين خلي دزنا أبو حسين. جيد أبو حسين عزيزي،
او فلنا رقم تليفونك الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك. تمام. وراح نسلمه الاستاذ ايوب. وباكر انا اتواصل وياك. او يتواصل وياك وان شاء الله مقضيه الحوار. ان شاء الله ممنون استاذ. خدمتك الله خدمتك ابو حسين الله يحفظك. ممنون لك ممنون. جيد احنا اخذنا موضوع يعني عدد المستفيدين من هذه الاداره وعدد كبير جدا بصراحه 5 ملايين عدد لا يستهان به. نعم. يعني في بغداد والمحافظات. نعم. هسه راح عندنا سؤال جدا بديهي يقول بانه هل القاعده عندكم الاعداد تكفي لانجاز معاملات هؤلاء؟ لا يمكن. بنى التحتيه احنا عندنا ما عدا اقليم كردستان اللي عند 3 محافظات اربيل والسليمانيه ودهوك لهم كحكومة أقليم كردستان عندهم وزارة اللي اسمها هي وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين. بقية المحافظات 15 في كل محافظة عندنا مديرية، وفي بغداد عندنا 3 مديريات كرخ رصافة صدر، وفي البصرة عندنا مديريتين بصرة وشمال البصرة، بالإضافة إلى فروع ومكاتب في أغلب المحافظات الكبيرة. بإمكان ذوي الشهداء مراجعة الفروع إذا كانوا بالأقضية والنواحي، وإذا في المركز المحافظة بإمكانهم. لكن العدد الموظفين العاملين في مؤسسة الشهداء، أتمنى تسمع عوائل الشهداء، هذا العدد اللي تقدم خدمات لما يقرب من 5 ملايين من عوائل الشهداء والمصابين. كل العدد الكلي في 15 محافظة مع 18 مديرية مع أكثر من 20 مكتب في المحافظات وبغداد، عدد الموظفين مؤسسة الشهداء 5000 موظف. 5000 موظف بيهم من الخدمات موظفي خدمة وسواق وقضايا الخدمات، الصافي اللي يشتغلون لا يتجاوز 2000، لأنه بقية ابتدائية متوسطة اللي يعملون من أعدادية فما فوق في كل المحافظات. ولذلك عندنا نقص كبير في أغلب المحافظات، بل في حتى في مكتب رئيس المؤسسة وفي حتى مكاتب المدراء العامين عندنا نقص كبير، لأنه أكثر من 5-6 سنوات ما عندنا أي تعيين في مؤسسة الشهداء. وأكثر من ذلك، يعني مؤسسة الشهداء كانت ترعى ضحايا جرائم حزب البعث، من ضافوا 300,000 شهيد ومصاب إلى مؤسسة الشهداء لم يضاف موظف واحد إلى مؤسسة الشهداء. بقي العدد الموظفين نفس هذا العدد، هذا العدد يكفي لمراعاة لرعاية عوائل الشهداء ضحايا البعث. ولذلك نتمنى من الحكومة ومن الوزارات الجديدة أن تطلق تعيينات لمؤسسة الشهداء، وهناك فقرة في قانون المؤسسات على ذوي الشهداء من حقهم لمرة واحدة أن نقل من وزارة إلى أخرى. هذه الفقرة هناك كثير أكثر من 1000 من موظفي مؤسسة شهداء انتقلوا إلى وزارات أخرى فيها امتيازات أكثر. صحيح. يعني رواتب وامتيازات الشهداء ما تكسب ما صح. تجذب الموظفين، يعني ما تسمع موظف من الخارجية من الأجهزة الأمنية من الداخلية من التعليم العالي ينتقل إلى المؤسسة، بل بالعكس أوكي هجرة من المؤسسة إلى وزارات أخرى من حقهم قانونا طبعا. النفط الكهرباء. إحنا ما نقدر رئاسة المؤسسة ما تستطيع تمنع، لأن هذا نص قانوني. ولذلك معالي رئيس المؤسسة يوافق على أي طلب. ليش؟ لأن يروحون إلى أمكانات ومن حقهم وهم يستحقون فيها امتيازات كثيرة. مثل النفط الأكثر هو تقريبا طبعا. تمام. حتى بما فيهم الخريجين الابتدائي ينتقلون، فصارت نخل ما يقرب من 1000 موظف المؤسسة خسرت هؤلاء قسم من كبير. وماكو تعيينات وماكو تبديل تعويض لهذا العدد وماكو تعيينات جديدة. تمام. ولذلك نتمنى اليوم مثلا تربية، في وزارة التربية هناك 50,000 درجة وظيفية، وقريبا الأسبوع القادم ستطلق وزارة الدفاع كذلك تعيينات. هناك نسبة في قانون مؤسسة شهداء ملزمة الوزارات أن تعطي نسبة لعوائل الشهداء لضحايا البعث وللحشد وللكذا. ولذلك نتمنى قانون مؤسسة الشهداء قانون خاص ملزم لجميع الوزارات، وهذا هم بغض النظر عن الضوابط والتعليمات. مع الأسف بعض الوزارات تضع شروط وضوابط، هذه الضوابط لا تصمد أمام قانون مؤسسة الشهداء اللي هو قانون خاص لرعاية عوائل الشهداء. وهذه العوائل ماكو 2 يختلفون في العراق من العراقيين الشرفاء الوصلاء فعلا، لا أتحدث عن البعثيين الذين يتحدثون بالسلبية،
لا يختلف أتصور اثنان بين هذه العوائل قدمت تضحيات وكل العالم وحتى الشارع تكرم، كل العالم يكرمون صحيح. عوائل الشهداء بأي تكريم صحيح. بأي فعلا. تكريم صحيح. سواء مادي أو معنى. معنوي. عندنا اتصال زينة من فؤاد من بغداد، تفضل زينة وبعد أبو مهدي. تفضل زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي أستاذ أيوب وياك. تفضل. علي الصوت أسد. تفضلي. بلد احنا طلع توصية من مجلس الوزراء بإقصاء المبالغ الوحدات السكنية، يعني قصدك البدل؟ لا، إطفاء المبالغ الوحدات السكنية. أطفاء أطفاء المبالغ التي بذمة الشهداء. أي بعد شوي. الشاديم. نعم. عيد السؤال زينة. الوطني للإسكان. زينة عيد السؤال إذا أمكن. لا بلا زحمة، مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوطني للإسكان بإطفاء المبالغ الوحدات السكنية لذوي الشهداء. إطفاء المبالغ الوحدات السكنية لذوي الشهداء. أكو إيش خبر؟ أنا من ضمن ذوي الشهداء، يعني أهاليتهم لو هم الشهداء. تقول هو الشخص الشهيد نفسه إذا كان ماخذ شقق سكنية وعده أموال بذمته، لو العوائل مالتهم عائلة مالته. وأساسا المفروض المؤسسة عن طريق وزارة الإعمار إحنا نقدم وحدات سكنية مجانية لعائلة الشهيد والمؤسسة. لا السابق أستاذ أيوب ناس يعني ماخذين قروض قبل بقانون المؤسسة. أي. هم مستلمين يعني ماكو شيء نص بس عليهم أموال، يعني ما شراء وحدات سكنية ماكو نص صريح بأنه ذولا يعني يطفئون هذه المبالغ، بس بإمكاننا إحنا نخاطب الأخت تقدم طلب حتى لو عن طريق الواتساب إنترنت، إحنا نخاطب هي هم منين مستلمين يا وزارة؟ زينة منين مستلمين أنتم؟ أستاذ أنا قدمت، أنا موظفة على وزارة الكهرباء، قدمت أنا تقدير شخصي على بسماية. بل إحنا في بسماية أنطونا كل ما موجود في بسماية، أمطونا وجبة واحدة 250 وحدة سكنية وزعناها لعوائل الشهداء، وعوائل الشهداء ما يدفعون ولا فلس المؤسسة. سنويا نعم نعم قانون هذا، احنا سنويا اكثر من 5-6 مليارات ندفع الى وزارة الى الهيئة الاستثمار اقساط ل 250، وطلبنا معالي رئيس المؤسسة طلب وجبات اخرى في بسماية كذلك، ونتمنى أن يعطونا وحدات سكنية. أما إذا عائلة الشهيد هم وحدهم خارج المؤسسة شهداء مستلمين وحدات سكنية، ما عندي هذا النص القانوني، بس رغم ذلك خلي يقدمونا طلب، إحنا نخاطب الاستثمار أو وزارة الكهرباء للتخفيف عنهم. واضح زينة؟ نعم. من يقدم الطلب؟ وين يقدم الطلب؟ خلي هي من ضحايا الإرهاب. ضحايا الإرهاب لو نظام البعث. ضحايا الإرهاب في دائرتنا، إذا هي بغداد قدم في بغداد، دائرتنا أو عن طريق موقع المؤسسة أو عن طريق واتساب الدائرة، أكو واتساب للدائرة يعني. واضحة الفكرة زينة؟ أو خلي تدزي الطلب لكم. خدمتك طلب لكم. الله يسلمك أبو مهدي. هي قريبة تراجع الدائرة يعني، أو إذا قريبة راجع الدائرة. أبو مهدي تفضلوا. شكرا أهلا وسهلا بالزينة. أبو مهدي السلام عليكم، تفضلوا. شلونك؟ الله يحفظك، نعتذر اخرناك شوي ابو مهدي. الله يهمك. احنا جماعه النظام البائد. بل هذه لحد الان بالنسبه احنا اربعه المستفيدين اخوتي، احنا لحد الان ما مستلمين كل شيء. يعني حد لا ما مستلمين كل شيء؟ يعني ما يستلم راتب تقاعدي؟ التقاعد وبس. اه بس تقاعدي. يا محافظه؟ يا بغداد. احنا بغداد الكخ. بس احنا السلام عليكم ابو مهدي. عليكم السلام ورحمة الله. احنا صارنا قريب السنة جاي نوزع القسط الأول 10 ملايين لعوائل الشهداء من ضحايا البعث وعوائل شهداء الحشد. ايه استلمنا الدفعة الأولى بس 2.5 منتقلت. احنا ما مستلمين كل شيء. فإذا مقدمين القسط، استلمتوا القسط الأول 10 ملايين؟ ما استلمنا كل شيء بعد. لا استلمتوا العشر ملايين قسط الأول؟ بس اول مره استلمنا 5 ملايين. 5 لا 10 ماكو 5. فقدموا هسه طلب. هم اثنين فيصير 10. هم اثنين. احنا ننطي لعائلة الشهيد 10، فانتم بيناتكم تقسمون سواء اقل اكثر بعد بيناتكم بالتساوي. انت على موقع المنصه المؤسسه، ادخل الى موقع المؤسسه اكو رابط اسمه مكتوب بدل النقدي،
اكتب القسط الثاني مال بدل، راح تجيك خلال شهر اقل اكثر القسط الثاني 10 ملايين قريبا. ننتظر هالايام بس تطلق وزاره الماليه موازنه المؤسسه. شكرا جزيلا. مرحبا. ظاهر من الانبار، السلام عليكم ظاهر. عليكم السلام استاذ، حياك الله. حياك الله، هلا بك. كل هلا. كان ممكن احكي يا استاذ ايوب؟ تفضل. نعم تفضل يا استاذ ايوب. تتحدث 100% وراتي شهيد. نعم. وراتي بتعاون من شهر السادس ولحد الان والله وضعي تعبان. ها راتب الشهيد لو راتبك انت كمصاب؟ لا راتبي انا مصاب وابوي شهيد لحد الان ما كان له. من هذه المجموعة اللي وقفتها لجنة الفريق غنام ناصر غنام؟ استاذ طلع رمز خمسة حجي ما استذكر. شنو خمسة ما افتهم؟ شلون ظاهر؟ طلع له رمز خمسة بالشهيد. يطلع له رمز خمسة. شلون؟ بالتوقيف بالتقاعد يطلع له رقم خمسة. بس انطيني اسمك الرباعي. ظاهر؟ ظاهر طالب دفار. ظاهر طالب دفار. اي دفار فرحان. خلي انطي رقم تليفون. رقم تليفونك نسده تليفون. انا باكر اخابرك. جيد الاخوان راح ياخذون بس خلي رقم تليفون الاخ ظاهر. انا باكر اخابرك. نسده تليفون. نسده تليفون حبيبي حتى افتهم شنو الموضوع. جيد احسنتم جزاكم الله خير جزاء. يعني الاتصالات راح تستمر طبعا استاذ ايوب. شكرا على سعة صدرك. لا بالخدمه دكتور. ظاهر لا ظاهر يعني ليس سدد التليفون. بس اخذ رقم التليفون. يعني يا ريت تكرر اتصالك هسه وبيك تتحصل يعني على الزخم الموجود بالاتصالات بصراحه صعبه راح تحصل. قلت لك انتظر حتى ناخذ تليفونك، احنا ما عندنا كاشف رقم التليفون. فاتصل يا ظاهر من الانبار حتى استاذ ايوب يتصل بكم غدا ان شاء الله. عندنا اتصال. الو منتظر من كربلاء. تفضل منتظر. استاذ شلونك؟ كل الهلا بك منتظر حبيبي. ممكن استاذ اليوم؟ اي اي بخدمتكم. تفضل استاذ. السلام عليكم استاذي. عليكم السلام والرحمه عزيزي. الله يحفظك. استاذ شلون زحمه عليك؟ انا جريح رهاب نسبه العجز 30% واني موظف. نعم. قدمت على قطعه ارض طبعا من 2014. هسه هاي مو مشكله من 2014 حتى الان ما طلعش ما طلع على اي شيء. بالنسبه لدائرتي انا داوم بالنفط فراح يصير توزيع قطعه ارض من البلديه. نعم وياي سادي. نعم نعم نعم. يعني ما حصلت على قطعه ارض لحد الان؟ ما لحد الان ما حصلت على قطعه ارض. فراح يصير دزلي شو اسمه الاخ؟ منتظر من كربلاء. اخ منتظر دزلي طلب. نعم. اوجه راح ارفع طلبك احولها الى محافظ كربلاء. عاشت لك. دزلي طلب عن طريق باي باي طريق؟ يراجعك الى بغداد. لا ما يحتاج يراجع لان كربلاء شي يجيبه. صحيح. نعم نعم. بامكانك تراجع مديرنا الى كربلاء، قدم له طلب بس خليه يخابرني يدزليها بالواتساب لا تجي بغداد. دزليها بالواتساب طلبك وخليه اسمك ورقم قرارك مال اصابه. واحنا نخاطب محافظ كربلاء راح نعطيك الاولويه. أيوة. حتما. انا منتظر باكر اذا تقدر. أيه. منتظر باكر تروح المدير فرع كربلاء تقول له احنا اتصلنا باستاذ ايوب قاسم وقال لنا خلينا ندزنا من خلال الاخ مدير فرع كربلاء ويدز. أيه. على الواتساب حتى بعد وقت. خلي المدير يخابرني هم. احسنت جزاك الله خير. الله يحفظك استاذي. شكرا جزيلا. الله يحفظك. الان ايضا معنا منتظر لكن من الانبار. تفضل منتظر. الو الو منتظر. تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خليك معنا احمد بن محافظه الانبار. شلون؟ معنا احمد بن محافظه الانبار مو من احمد. اي من الانبار. اي بلي احمد. احمد؟ اي نعم نعم احمد من الانبار. تفضل احمد. خليك احنا معاملاتنا مستوفيه للشروط من اللجنه القضائيه عددها 500 ابو طارق. اي رفعت من مديريه الانبار الى المؤسسه المقر العام، فقط وقف على كتاب 12 راتب من رئيس المؤسسه. وهاي صار شهرين. عندكم عندكم ايقاف ايقاف لو مصادقه إيقاف. جديده. ايقاف كانت قابلنا اللجنه القضائيه واستوفت الشروط، صدر بها قرار تصويب اعاده راتب. اللجنه القضائيه صادقت على القرار على قراركم؟ نعم صادقت هي ورفعوها منا من مديريه شرطه
عندك نسخة من القرار؟ عندك نسخة من القرار أخ أحمد؟ لا والله ما في القرار، لا وضحت إلى المقر العام. أوكي. خلي رقم تليفونك حتى خابرك باكر دزلي معلومات عن يعني اسمك وكذا. أحمد. نعم. لا تسد التليفون، الإخوان دي يأخذون أرقام تليفوناتكم راح يكتبون اسمك أحمد من اسمك. الأنبار أي. ورقم تليفونك حتى نسلمه. وأنا باكر أخابرك. أي. شكرا على اتصالك. نضال من بغداد، تفضلي نضال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا مناشده لمؤسسه الشهداء، انا ابني شهيد. ونعم تفضلي. 2014. الو الو ياكم تفضل تفضل كمل حديثكم. استشهد ابني هاي 2014 يعني هاي 9 سنين صار لي وكل حقوق معطت. كل ما اروح المؤسسة الشهداء يقولوا لي كل شيء ماكو وبعدين نطيك بدل النقد بس التقاعد كل شيء ما اخذت من الدولة. حجية وياك استاذ ايوب يحكي تفضلي. السلام عليكم حجية عيني. عليكم السلام عيني اهلا وسهلا. انا ابني بالرماد بحاضر بحد دواعش وسنتين يلا جابوني. انتم بغداد حجية؟ انت ببغداد؟ اي بغداد. ما قدمتوا على القسط الاول 10 ملايين ما قدمتي؟ هسه قدمنا ذاك الاسبوع. اي نعم هو قريبا. وين ما اروح انا يقولون كل شيء ما عنده هو ذبح الدواء. حجيه تستلمين تستلمين الراتب التقاعدي؟ تستلمين الراتب التقاعدي؟ اي التقاعد استلم. اي اوكي ان شاء الله قريبا قريبا راح تطلق وزاره الماليه وراح تستلمين 10 ملايين. ذبح الدواء ذبح ذبح وسكر يا رجال هون الجثه. الله يرحمه. الله يرحم الشهيد. الله يرحم الشهيد. حجية إن شاء الله قريبة. وإذا تأخر أكثر من شهر تراجعين دائرتنا يمي. إن شاء الله. وعندي أخوي يدرس وما عندي أحد. حجية. لدي مريضة. إن شاء الله. منا إلى شهر بس تطلق المالية راح تستلمين صك 10 ملايين إن شاء الله. وإذا تأخرت أكثر من شهر تراجعين يمي حجية. بالخدمة. صحة وعافية إن شاء الله حجية. صحة وعافية إن شاء الله. الله وعدك. خدمتكم. عدة اتصالات أسد عزيزي. ألو. قطع الاتصال. أسد وياي. جيد. جيد. نقل الشهداء تحدث عن نقل الشهداء. هل الوزارات متعاونة وياكم؟ أولا لابد أن تعرف عوائل الشهداء بوجود النص في قانون مؤسسة الشهداء، قانون ضحايا البعث أو الحشد أو الإرهاب، من حق عوائل الشهداء وذوي الشهداء النقل من دائرة إلى أخرى، من وزارة إلى أخرى، وهناك إلزام على الوزارات تنفيذ ذلك. لكن لوجود كم كبير من الطلبات ذوي الشهداء وكلها تتحول إلى وزارات فيها امتيازات أكثر، ولذلك لابد أن يعرف عوائل الشهداء كثير بعض الحالات أو كثير من الحالات تقبلها الوزارات يعني تتعين وكذا، لكن بما أنه النقل من وزارة فيها راتب قليل إلى وزارة فيها راتب عالي أكو فرق بالراتب، لابد لوزارة المالية أن توفر هذا المبلغ. تمام. هذا المبلغ توفيره بحاجة إلى وقت ليس بسهولة لوزارة يعني مثلا 50-60 ألف من عوائل الشهداء مقدمين على وزارات مهمة اللي راتبها أعلى، كل زيادة مثلا 500 ألف زيادة عندهم بالراتب في 50 ألف أنت حسب كم مليار. تمام. مبلغ كبير. تمام. شيء ثاني لابد من موافقة وزارته، عدم ممانعة بالتخصيص المالي والدرجة الوظيفية. تمام. هذا بيلامات بعض الوزارات تمتنع لأنه لها احتياج حاجة الوزارة. شيء ثاني الوزارة اللي راح هو الشخص المستفيد اللي راح يروح إلى لابد هم يحتاج، ولذلك أتمنى من الإخوان يعني واحد مثلا ابتدائية يريد يروح إلى وزارة التعليم العالي، أبو التعليم العالي شو يسوي بالابتدائية؟ هو أساسا عنده صح من حقه النقل، لكن بالتالي الدولة هم بحاجة إلى أكاديميين ماجستير. نعم اللي عنده ماجستير دكتوراه ممكن بكالوريوس إلى التعليم العالي، واحد مثلا ابتدائية أو أمي يقرأ ويكتب شو يسوي بوزارة الخارجية؟ وزارة الخارجية وزارة مهمة كذا، ممكن النقل إلى البلديات إلى الصحة وكذا، أكو مشكلة. نعم من حقهم النقل، لكن الوزارات هم مقيدة بأدوات، يعني الوزارة مثلا الفلانية عندها مثلا عدة آلاف من موظفي الخدمة زيادة أساسا عندها،
تضخم. النقل موظفي الخدمة أو لا أكثر من ذلك. هسه جزء من معاناتنا في مؤسسة الشهداء نقل المنتسبين الأجهزة الأمنية. هو شو يريد مثلا؟ هو موجود مثلا في داخل بغداد في المنطقة الفلانية، لا يريد نقل إلى المركز اللي بصف بيته. هو ما ممكن، أنت ما دام رحت إلى الأجهزة الأمنية نعم بصعوبة لكن براتب عالي أعلى من كثير من الدوائر. فنعم رغم ذلك إحنا في مؤسسة الشهداء ما نرد لأي طلب، ما نرد أي طلب، ولذلك نوافق ونسوي كتاب ونخاطب. لكن بالتالي على الإخوة الأجهزة الأمنية، هذه موضوع أمني، أن يختاروا في موضوع، يعني مو مجرد لأنه يختار مكان مريح قرب بيته قرب مثلا في مكان أكو معاناة، لكنه كمؤسسة شهداء توجيه معالي رئيس المؤسسة نكتب كتاب لأي طلب من المنتسبين الأجهزة الأمنية ولعوائل الشهداء. عباس من بغداد، شكرا أستاذي. السلام عليكم أستاذ عباس. عليكم السلام، خدمتكم تفضل. أنا الوالد الشهيد زيد عباس علاوي وعلي عباس علاوي، الله يرحمه برحمة الواسعة. للأمانة أنا ولدي استشهدوا بال 2003 وما قدمت معاملة وما أدري كذا، قدمتها بال 2018 وعزتها. يعني خلال 5 شهور الله شاهد علي ورثيت. رحت راجعت مؤسسة الشهداء اللي بالجادرية وقالوا لي تروح للتشريفات. أخو كانت موظفة ما أعرف اسمها، يقول يسموها دكتورة وهران، يعني على المعاملة الطيبة اللي تعاملت وياي من عرفة أني أدي شهيدين. زين قدامي ناس معوقين على عربة على احتياجات خاصة، قامت لهم من مكانها وراحت فشت وياهم. جت علي قالت لي حد ايش محتاج؟ قلت لها يا بنتي أني كذا وكذا وكذا، هيك شغلتي وهيك شغلتي. زين قامت لي بالواجب، وأني والله شاهد علي والله شاهد على كل كلمة ما أقولها. يعني امرأة ونعمل جزاها الله خير الجزاء. وبعدين وجهوني للشهداء على شخص اسمه دكتور ايوب. الرجال استقبلني وجز علي وقعد لي وطيت المستمسكات. كلف ولد مدير المكتب فأنت مصطفى الله يرضى عنه. يعني قاموا لي بالعمل الله يرضى عنهم. طلعوا لي المعاملة ورحت بعدين مؤسسة الكاظمية. الكاظمية يعني خلال 3 أيام 4 أيام العمل انجز مالتي وحولوني للتقاعد. فللامانه للامانه للامانه انا شاكر جهودهم وشاكر اخلاصهم بالعمل وشاكر تفانيهم بالعمل على ما انا شفته. يعني ناس كبار سن، نساء كبار السن قعدوهم غرفه تدريب. شو اسمه الاخ؟ عباس. كل معامله انت عندك تسوي كذا، انت عندك كذا، انت عندك كذا، بالاخص الموظفه الدكتوره وهران. وانا اشكرها واشكر الدكتور ايوب على المعامله اللي سووها. وياك استاذ ايوب. يعني معاملتي مال الشهيدين ب6 أشهر جيد. عباس وياك ايوب. شكرا جزيلا حجي عباس. استاذ عباس الله يوفقك، وهذا واجب مؤسسه الشهداء وواجب منتسبي مؤسسه الشهداء. هي اساسا المؤسسه وجدت لتقديم الرعايه والخدمات لعوائل الشهداء. نوبات زخم كبير من عوائل الشهداء ومراجعين كثر، نوبات يصير تاخير بسيط كذا، ولكن توجيه رئيس الوزراء، توجيه رئيس مؤسسه الشهداء، توجيه المدراء العامين على الموظفين تحمل كل ما يصدر من المراجعين. قبل يومين رئيس مؤسسه الشهداء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي على موظفة المراجعة هي تجاوزت عليه، لكن كان توجيه المعالي بأنه إحنا في خدمة عوائل الشهداء لابد أن نتحمل بما في آني. ما دام كنت منتسب إلى مؤسسة شهداء وموظف في مؤسسة شهداء وأخذ راتب، أتحمل الصوت العالي من المراجعين، نتحمل انفعالاتهم. إحنا وجودنا في خدمة عوائل الشهداء، وهذا توجيه دولة رئيس الوزراء وتوجيه معالي رئيس مؤسسة الشهداء. أحسنتم. شكرا جزيلا على اتصالك أخ عباس، وشكرا على كل ما تم توضيحه للمشاهد الكريم والمستفيد بالذات يعني من مؤسستكم الكريمة. شكرا للأستاذ عبد الله النائل، أمانة هذا الرجل كإعلام متعاون بشكل كبير معنا كإعلام، وأخ صديق يعني يتعامل مع الناس بلطف كبير. وشاهدت هذا التجوال مالته بالكرخ، نعم، محاسبة مدير الكرخ، نعم، وبصراحة شاف العدد الكثيف بالدائرة، رغم احنا نعرف ممكن يعني ماكو هناك مكان كبير يسعهم
لمراجعة هاي الأعداد الآلاف. دكتور ماكو وزارة وماكو دائرة حكومية يتحمل موظفيهم الضغط العمل، انفعالات المراجعين، صياح المراجعين، الجو الحار، قد مكان لا يسع، قد الكهرباء نوبات خلخلة. موظفين ما رأيت أقول هم كلهم ملائكة، لا، لا بالتأكيد. النسبة الغالبة هم مجدون، لا هم عوائل شهداء، لأن هم عاشوا الظلم، عاشوا الظلم من عوائل الشهداء، لكن جي. بالتالي هذا الموظف هم بشر، إنسان لحم وعظم، نوبات قد ما يتحمل بسيط، لكن توجيه مع رئيس المؤسسة لكل بما فيهم المدراء العام. أيديكم إن شاء الله. الله يحفظكم، بأنه نتحمل كل انفعالات المراجعين، لأننا إحنا وجودنا في خدمة ورعاية. إن شاء الله إن شاء الله نزوركم ميدانين إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أيوب قاسم. الله يحفظك جناب الدكتور. الله يحفظكم، شكرا جزيلا، شكرا لجهودك أستاذ أيوب قاسم، مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء، وإن شاء الله أتمنىكم التوفيق والموازنة أن ترفع من تعطيكم دعم كبير إن شاء الله إنجاز المعاملات. حتما إن شاء الله باكر راح نتصل. أحسنتم، جزاكم الله خير. إن شاء الله طلبوا من عندنا ونرتب وضعه. الله يحفظكم. شكرا جزيلا وشكرا لقناة. أحسنتم، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. إذا مشاهدين الكرام تقبلوا تحيات كادر البرنامج، وأنا معد ومقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. في أمان الله.